السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة منوعة فاطمة. اليوم غادي ندير معكم كفتة محشية كتجي على شكل سوشي. غادي ندوزو المقادير. غادي نحتاج 700 غرام ديال الكفتة، جوج معالق كبار ديال لاشابلوغ الخبز المحمص، بصلة صغيرة مشلضة، خليط من القزبر والمعدنوس معلقة كبيرة. بالنسبة للتوابل عندي نص معلقة صغيرة ديال الأبزار، معلقة صغيرة ديال الخضر المجففة، معلقة صغيرة ديال القزبر حبوب مطحون، ونص معلقة صغيرة ديال البابريكا، معلقة صغيرة ديال الخرقوم بلدي، معلقة صغيرة ديال سكنجبير، الملح كيبقى حسب الذوق. عندي معلقة صغيرة ديال بودرة البصل، ونص معلقة صغيرة ديال الكمون، وعندي معلقة صغيرة ديال داك المعجون اللي درت معكم او المنسم، وعندي معلقة كبيرة ديال الصلصة الحارة المدخنة. غادي ندوزو للطريقة. غادي نخوي التوابل ديالي كلها على الكفتة. غادي نزيد خليط ديال القزبر والمعدنوس، البصله مشلضه، الخبز المحمص او لا شابلور او البقسومات كما كيقولوا الاخوان الشرقيين. ندير الصلصه الحاره المدخنه، ندير جوج معالق صغار يعني معلقة كبيرة. غادي نعجن الكفتة ديالي مزيان. غادي نزيد واحد المعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، وغادي نعاود نعجن الكفته ديالي مزيان، وغادي نخليها من الاحسن نخليوها ساعه او اكثر. غادي ندوزو للمرحله الثانيه. في الاناء او كاسرونه كندير 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، غادي نزيد عليه تقريبا 250 حتى 300 غرام ديال السبانخ او لي زيبيناغ، تقدروا تستعملوهم فريش، انا عندي هنا مجمدين. غادي نزيد نص معلقة صغيرة ديال الملحة، نص معلقة صغيرة ديال الإبزار والفلفل الأسود، نص معلقة ديال بودرة البصل، نص معلقة ديال سكنجبير، نص معلقة صغيرة ديال قزبر مطحون، وتقريبا معلقة ديال الخضر المجففة، معلقة صغيرة طبعا. غادي نخلط. وغندير معلقة صغيرة عامرة ديال داك المنسم اللي كنت درت معاكم. غنطيب لي زيبيناغ ديالي على عافية تكون مجهدة باش ينشفوا لينا من الماء. هنا غادي نزيد صلصة المينغو الحارة، هذه اختيارية عندكم، ديروها ما عندكمش ماشي مشكل. كندير معلقه صغيره، هذه هي حاره. غادي نبدا نخلط لي زيبينا ديالي، ما كنتفارقش معاهم على ود كيما قلت لكم العافيه مجهده.
من بعد ما طابو لي زيبينا غادي نزيد معلقه صغيره ديال الكريم تشيز او الجبن المربع. هنا علاش كنضيف هادي؟ باش يتعلق ليا لي زيبينا ديالي. بعد ما طابو لي زيبينا كما كتشوفوا راه ناشفين من الماء، غادي نطفي عليهم، غادي نخليهم يبردوا او غادي نديرهم في شي اناء وغادي ندخلهم الثلاجة باش يبردوا تماما. غندوزو المرحلة الثالثة. هنا عندي ثلاثة البطاطات مسلوقين ومعستهم ودخلتهم الثلاجة، غادي يضيف معاهم نص معلقة صغيرة ديال الملحة، نص معلقة صغيرة ديال بودرة البصل، ورص معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، معلقة صغيرة ديال الخضر المجففة، جوج معالق كبار ديال البارموزون، جبنة البارموزون، ولا تقدروا ديروا اي جبن عندكم. كندير بيضه وكنزيد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، كنخلط كل شيء. من بعد كنعاود نرجع البطاطا ديالي للثلاجه وندوزو للمرحله الاخيره. بطبيعه الحال عندنا الكفته ديالنا اللي كنا شرملناها، وعندنا هنا البطاطا اللي حتى هي شرملناها، وعندي هنا جوج خزوات قطعتهم على الطول وسلقتهم في الماء وشويه ديال الملحه. ومن طبيعة الحال عندي لي زيبينا ديالي حتى هما لي طايبين وباردين. غادي ندوزو للمرحلة ديال المونتاج، يعني غنمونطيو الكفتة. هنا غادي ندير بابي ألمنيوم هو الأول، عاد غادي ندير البابي ديال المطبخ أو ديال الفران، غادي ندير الكفته ديالي وغادي نحاول نقرصها مزيان ونقادها على شكل مستطيل. بعد غادي ناخذ البطاطا نبدا ندير فيها قريصات وبدا نحط فوق الكفته. غادي نبقى على هذا المنوال حتى كنسالي البطاطا ديالي كلها ونقادها. نحاول هنايا البطاطا ديالي ما تخرجش الاطار ديال الكفته، خاصها تبقى لداخل. هنا غنحط لي زيبينا وغادي نقدهم، نفس الشيء ما خصهمش يخرجوا على الاطار ديال البطاطا ولا يجيو مقادين مع البطاطا، المهم ما يخرجوش الخارج ديال الكفته، يبقى كلشي الوسط. واخر مرحله غادي نستف
الخيزو ديالي او الجزر المسلوق، غادي نحاول نورك عليه شي شويه. غادي نرش عليه شويه ديال البارموزون او اي جبن عندكم. هنا غادي نبداو نروليو الكفته ديالنا غير بالمهل باش ما تخرجش لينا الخضره، ولا خرجت شي حاجه راه كنرجعوها بطبيعه الحال. كنسدو غير بالمهل شويه بشويه، كنلوي الكفته على بعضياتها، وحاولوا تزيروا، نحاولوا نزيروا مزيان باش الخضره كلها تكون الوسط ما تخرجش على برا. انا هاد البابي صغير، غادي نعاود ندوبلي البابي وغادي نرجع الكفته ديالي نروليها من جديد. غادي نروليها مزيان ونزير كما قلت لكم، تنتاكد بانها كلها مغطيه. غادي نسد الجوانب، عفوا نسدهم مزيان ونزير. غادي نعاود نروليها في بابي الومنيوم من طبيعة الحال، ديما مع التزيار نزيرو ونسدو الجوانب مزيان باش ما نخليوش الفرصه ما نخليوش الاكسجين فين يدخل. نسدو مزيان ونتاكدوا باننا مزيرين مزيان. من بعد غادي ناخد اناء ديال الفران، اي اناء كيدخل الفرن، تقدروا تستعملوا الطاوه الا عندكم الطاوه ماشي مشكل. غادي نخوي فيها الماء القدر اللي نتاكد بانه غادي يطيب ليا فيه اللحم او الكفته، ندير القدر اللي يكفيني. غادي نحط عليه هاد الشبكه هذه ديال الفران او ديال الكيك اللي عندكم، قضيو به ماشي مشكل. المهم الكفته ما خصهاش توصل للماء. كنحط الكفته ديالي كندخلها الفران. الكفته ديالي بعد ما طابت كنخرجها من الفران وكنخليها تبرد شي شويه. بعد ما بردت الكفته ديالنا غادي نحلها وغادي نخليها مازال تبرد شي شويه عاد نقطعها. كما كتشوفوا انا راه كنحلها بالمهل حيت باقا سخونه. من الاحسن تخليوها حتى تبرد تماما. نخليها شي شويه عاد نبدا نقطع.
بعد ما بردت الكفته ديالنا غادي نبداو نقطعوا باش تشوفوها من الداخل، راه كتجي رائعه جدا، واحد المذاق واحد الطعم لا يقاوم. هذا هو الشكل ديالها من الداخل كما كتشوفوا، البطاطا لي زيبيناغ وخيزو او الجزر. من الاحسن تخليوها حتى تبرد باش تجيكم ساهله في التقطاع. انا هنا زربت عليها ما بقاش عندي الوقت. وهذا هو الشكل النهائي. انا قدمتها مع الخضار المبخره، نتوما تقدروا تقدموها مع اي حاجه كتحبوها. او كتقدموها بوحده مع لي سالاد. نتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، جربوها راه غادي تعجبكم، كتجي رائعة جدا. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ولا كنتوا اول مرة تزوروا القناة ما تنساوش ديروا اشتراك لايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المشاهدة، والى فيديو قادم ان شاء الله.